كلمت البارح على مولودية الجزائر، ولأنه البارح تكلمت على تألق اتحاد العاصمة وفضائح مولودية الجزائر. فضيحة الجزائر هي أنه المدرب اللي جايبينه باتريس بومال الفرنسي، اللي ما عنده حتى شيء اللي يخليه يكون على رأس فريق كما نقولوا فيها. بالمرة صفر، كان دائما أجواء خدام حساب. مرة واحدة خدم أونترينور حاوزوه في أقل من عام يجيبون المورد. قالوا الفضيحة الجديدة هو أنه بعد ما السيد خدم كصحفي مبعوث تاع كانال بلوس، وهنا هذاك حجر جم اللي راهو معطاه الزمان يكون هو مدير، يكون رئيس المولودية، أعطاه الزمان. هذا النكرة، هذا النكرة، واحد ما كان يسمع به. شكون من الشفر تاع المدير كان يسمع به، كان يستناه يكون رئيس تاع المولودية. الناس تبع في المولودية من الصغر، حطوا دراهمهم، حطوا دمهم، حطوا كدا. الناس كانت تبكي كي تربح ولا كي تخسر المولودية، ويعني الروح وكلش في المولودية ماهمش مع بعضها في مستدام. الناس شمخوا تريكو تاع المولودية، قادرين يسيروا المولودية، مهمشينهم مهمشينهم باش كم خلين يسحب الفضايح. هذا السير جم يزيد يخرج يعمل يعني يحب يبرر وجود باتريس بومال في 5 جويي نهار الماتش. قال مشاك محلل لقناة فرنسية. يا كذاب يا كذاب يا رخيص يا شماتة، تكذب على الناس. عندك ناس ما تعرفش، الناس ما شافوش الصورة هذيك تاع المحطوط باللي راهو مبعوث تاع كانال بلوس، مبعوث تاع كانال بلوس، ماهوش اللي يعني جاي باش يحلل في ان بلاطو. سي ديفيرون بين دي واحد محل في ان بلاطو، واحد يمشي عند بن شيخة يديرو الميكرو يقول له كو بونسي فو، ويوقف في التيران ويقول سي ستاد دو 5 جويي، ويبدا يعلق على الماتش كبير كاش يحب يكذب على الناس باش يبرر وجود. هذا اللي جابو باتريس بومال، وشنو الإضافة اللي جاب المولودية؟ فريق أغنى فريق في الجزائر وبلش في إفريقيا، وعنده أكبر شركة إفريقية موراه، ماهوش قادر يحصل على المرتبة الثالثة باش يشارك في المنافسة الدولية. كي تجيب لي اونترينور اترونجي تعطي له تخلص فيه بالدوفيز وبرديدة تاع دراهم وماكل شارب راقد ويزيد ربيها 25,000 يورو 30,000 يورو في الشهر ويخرجها دوفيز بس كلاسي كاتريام سانكيام سيزيام. يا ابن عمي اعطيها للنابورت كي يمشيها يجيبها لك داخل واحدهم يجيبوا له. باسكو هذا حجر الجم دخيل على المولودية، معقد من جوار تاع المولودية، معقد من جوار تاع المدير اللي قادرين يديروها. شوف غير برك صايفي نهار اللي يحكم المولودية كان معاه الاخر هاو جا جابو فرنساوي، كان صافي مشي فيها، كان بروميناري صافي تجبد روحو كولات صافي ما تعيطولوش ما يجيش. مولودي انا اللي حكمها كاوا كانت كوب دالجيري، حكمها زنير كيف كيف جا حكمها بن شيخ، كانت راح تحبط تطلعها سلكها ولادها ولادها.
يعني ما عندهمش الحق يسيروا المولود هذا، ما يولا يدربوا ولا جيب لي باتريس بومال تعطي له دراهم طيش دراهم وما تحاسبوش، تلعب مع جيسكا باش كشما تصيح لك لا تروازيام بلاس، تروازيام بلاس ياخذ 2-0، ما كانتش اون سول اوكازيون دو بوت، فرصه واحده للتهديف ما كانتش، ويجي يحل فمه مور الماتش تعلم على الجزائريين، الاربيتر خسرنا، فاش خسر؟ ما عطاناش بيناتي، ها قولوا عطاك البيناتي وك ماركيت واي، هاك خسر دو ان، ها قال لك لو كان هكذاك كان عطاك بيناتي راهو كان المجرى تاع المقابله يتغير، شوف شوف شوف، نورمالمون هذاك تحكموا من الكل وطبق قبالك في الدور. كلخت لنا انا ولكن شنو؟ يقول لك اعطي لي حتى تخلص الكونترا. ما يديروش معاهم لي زوبجيكتيف. كي يجيبوهم الكور ما يديروش معاهم لي زوبجيكتيف. وشوف وكان جاو يعرفوا الفوتبال هذوما اللي اشفوا على المولوديا. كان جاو يعرفوا الفوتبال. يشوفوا بلي لي تيتر تاع المولوديه كامل ابار براكسي لي تيتر تاع المولوديه كان مع دي زونترينور الجيريان، لي تيتر تاع المولوديه كامل مع دي زونترينور الجيريان، اما لي سترونجي ونقول لك نحي براكسي وداير ما يجيبوه ما عادش يجيبوه لانه يربح، لانه ربح ربح الكوب دالجيري مع المولوديه، باقي كيف تفوزي بنزرتي حاوزوه الرجاء تاع الدار البيضاء، حاوزوه راحوا جابوه المولودية، هاي هي ما ضرب فيها الباكي ومن بعد حاوزوه باسكو هو اللي راح قال مانيش قادر نخدم معاك ما تعرفش واش جا رايح، لأنه ما قدرش يربح ما كان والو غير خسارة في الخسارة، المولودية راه محكمو فيها غير لي زونترينور إترونجي اللي لاينوه باه ماشي حاجة ولا. علاش؟ باسكو كامل الخوات غمس كاش يحكم فرونت راينر الجيريا، شفت بن شيخة قبل اللي يجي 50% أقل من اللي يخلص في المغرب، ما نجيبوهاش، إيه لأنه أون راينر الجيريا، شوف هاد الأيام راهي نايضة ما بين برناوي اللي كان وزير رياضة وكان رئيس اتحادية مبارزة تاع الاسكريم والحاج فارينا روراوا، فضحوا في حوار الشروق برناوي فضح روراوا وماشي قال باش يسئلو يتكلم عليه باحترام وكذا، وقال قال لي يلزمك تنحي زتشي لانه زتشي جامور رورا، تنحي زتشي وتنحي بالماضي على خاطر اللي كتنشي لازمنا ان اترونجي دو رونون اللي عنده اسم، شكون هذا اترونجي اللي عنده اسم اللي جبته ودار نتيجه مع شكون؟ وريهولنا شكون؟ بالماضي جابوا زتشي ودينا كوب دافريك ومن بعد اللي ضرب النحس ضرب الفوتبال الجزائري لانه جاك البوال هذاك الناجس قاس لا كوبارا ما راح كلش، واليوم ولاو الزلام روراوا اللي صحافي واللي هنا واللي منا يظلوا يتهجموا على بالماضي، يحاولوا كاش يعرقلوه ويتمناو ليك ناسيونال تخسر غير على باش تنحب المعرض هاك تشوف، لانه جزائري نروح نجيبو ان اترونجي باسكو فيه البزناس فيه فيه تشيبا يديو تشيبا معاهم هذا لك رسمي يعني. راهو كيما قلت لكم مولودية الجزائر هي في صورة الجزائر، أغنى بلد في إفريقيا المولودية، أغنى فريق في الجزائر وفي إفريقيا، عندها أكبر شركة لها والله ينور النتائج، الله ينور كما الجزائر راهي تمرمد، المولودية راهي تمرمد، حتى ربي يفرج عليها.
ربي يقدر الخير لبلادنا، خلينا نروحو نشوفو حاجة أخرى، باسكو إلا راح نكملو هكذا راح نموتو بالقنطة. بعد الجنجل الله أكبر، هشام أكبر، هشام أكبر.